السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الفنان كريم سليماني المعروف بشخصية الحاج أحمد. على كل حال الفيديو نتاع اليوم مانيش راح نديره بشخصية الحاج أحمد باش ما يقولكش تدرج مورا شخصية فنية ورا يهدر، لا بغيت نديره بشخصيتي الحقيقية ونتحمل مسؤولية واش راني نقول. الفيديو تاع اليوم خاص بالوفاة تاع خونا عز الدين الله يرحمه. كما تعرفوا الشاب عز الدين الشلفي على كل حال معروف على المستوى الدولي، ما نقولش على منطقة شلف ولا الجزائر فقط ولكن على المستوى الدولي، لأنه الفن نتاعو مشى لكافة قطر الوطن الجزائري، مشى خارج الوطن، مشى كاع، على ذلك اللي هو فنان عالمي بأتم معنى الكلمة. شاب عز الدين كما عرفتوه فنان متمرد، فنان ماشي مع القليل، ماشي مع الفقير، ماشي مع الزوالي، هو صوت المغبون، صوت الناس اللي ما عندهم صوت، هذا هو عز الدين باختصار. الحاجة الأولى اللي نبدأ بها خوتنا هي تقديم التعازي الخالصة للأهل والأولاد والإخوة والأحباب تاع أخونا عز الدين. على كل حال مشي هما اللي خسروا عز الدين برك، ولكن كافة الشعب الجزائري خسر هذا الفنان اللي هو من طينة الكبار، هذا الفنان المتمرد، هذا الفنان اللي الصوت تاعه وصل لقلوب الناس قبل ما يوصل لعقولهم. الحاجة الثانية خوتنا اللي بغيت نهضر عليها هي تقديم الشكر والتقدير والعرفان لواحد الناس اللي ما بانوش في القنوات وما بانوش في الفيسبوك وما داروش اللايف وما داروش، هذا الناس كانوا في الميدان، هذا الناس شرفوا ولاية شلف، هما السكان تاع حي الشقة. السكان تاع حي الشقة واش نقول لكم، حمرتوا لنا وجوهنا، كنتوا خير سفير لولاية شلف في التنظيم، في استقبال الضيوف، رغم أن المصيبة كانت كبيرة عليكم، إلا أنه الواجب نتاع الضيافة والواجب نتاع الواجب نتاع الواجب اللي يمليه الواجب الحقيقي قمتوا به. يعطيكم الصحة، يعطيكم الصحة، يعطيكم الصحة، وها هو حقكم. الرسالة الأخرى خاوتنا رايح نقدمها للآلاف المؤلفة من المعزين اللي جاونا من 48 ولاية وجاونا من خارج الوطن. هذا الآلاف المؤلفة واش نقول لهم، رقم ثبتوا بأن الفنان الحقيقي سكن قلوب الجمهور. الفنان الحقيقي هذا هو. الحضور تاعكم كان حضور إرادي، ما جابوكمش كما يقولك بالسيف، ما جابوكم، جابكم الواجب، جابكم الحب نتاع الشاب عز الدين، جابكم التقدير لهذا الفنان. الآلاف المؤلفة يعطيكم الصحة. الوقفة تاعكم دين علينا كسكان ولاية شلف، دين علينا، يعطيكم الصحة. واش نقول لكم، إن شاء الله تكونوا وصلتوا كاع بخير. الناس اللي راه تشوف في هذا الفيديو، على كل حال شافت الفيديوهات من قبل نتاع الغاشي اللي حضر، صدقوني بالله، صدقوني بالله، الجنازة تاع الشاب عز الدين فكرتني بجنازة وحيدة اللي هي الراحل هو ريبو مدين. فريمون كانت جنازة اللي تعبر على القيمة الحقيقية نتاع هذا الفنان في وسط الجمهور تاعه. الآلاف المؤلفة اللي حضرت يعطيكم الصحة، ثبت الله أجركم وشكر الله سعيكم باسم كافة سكان ولاية شلف، بارك الله فيكم. بعد هذا خاوتنا في الحقيقة في أثناء الوفاة ما بغيناش نهضروا، خلينا ثلاث أيام تاع التعزية تفوت ورايحين نهضروا على واحد الأمور وواحد الناس اللي قصرت في حق الفنان الشاب عز الدين الشلفي. نبداو هلا الحاجة الأولى، الرسالة هذه للإذاعة تاع شلف. إذاعة تاع شلف على كل حال بون، أنا يا كان الحاج أحمد مبلعين عليا لأنه ربما سبيت المدير تاعكم ورحت الامور للقضاء ودرتوا لي مذكره بلي ما ندخلش للاذاعه وما عليناش ما يهمناش، انا راني كيما يقول لك راني حي وما زلت في الميدان. المشكله في الشاب عز الدين، يا هل ترى انتم اذاعه شلف ولا اذاعه منطقه واحده اخرى؟ علاش هذا الفنان ما هدرتوش عليه؟ مالاش نقولوا سيدي ديروا النهار كامل، على الاقل ساعه، على الاقل ساعه، فتحوا الخطوط للناس اللي ما قدرتش تحضر باش 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 تفن معانا، الناس البعيده، الناس اللي في الخارج، فتحوا لهم الخطوط باش يقدموا التعازي تاعهم. علاش هذا الفنان ما هضرتوش عليه؟ السؤال موجه لكم خاوتنا في الاذاعه تاع شلف، رغم احترامي للكثير منكم، الا انه هذا هذا الجاست اللي درتوه والله ما يشرف ولايه شلف، والله ما يشرف ولايه شلف. انتم راكم اذاعه، انتم تنقلوا الاخبار، انتم ديروا الحصص، علاش ما ديروش حصه على عز الدين؟ عز الدين موش اللي تشلفه، علاه؟ السؤال ليكم جاوبونا، ماذا بينا توضحوا لنا لهذا الجمهور علاش ما هدرتوش على عز الدين، علاش الوفاة تاع الشاب عز الدين ما عطيتولهاش القيمة الحقيقية نتاعها، علاه؟ وراها المشكل،
تقولوا ربما مانيش عارف انا تقصير، وضحوا لنا هذا التقصير. عندكم تعليمات؟ وضحوا لنا الا عندكم تعليمات، ولكن الا عندكم تعليمات انتم مليح. السيد ولي ولي شرف قدم التعازي، البي ا بي يقدم التعازي، الولي مثل الدوله الجزائريه. الا انتم مشيتوا في طريق واحد اخرى من طريق الولي، مع ان تاركم مخالفين للطريق تاع الدوله الجزائريه. الوالي المسؤول الاول على هذه الولايه قدم التعازي وبعث مرسول، وانتم كإذاعة هذا الفنان اللي على كل حال الفنان الشاب عز الدين معروف قبلكم، قبل ما تكون الإذاعة كاع، عيب عليكم والله الا عيب. إذاعة تاع المنطقة تاعو ما تهضرش على هذا الفنان، علاه؟ علاه يا خوتنا؟ والله لا بصح، هذا مجرد فنان، هذا فنان برك قال الكلمة تاعو، قال كلمة حق، أصاب أو أخطأ، كلمة مررت كان ما يهمش، ولكن هذه وفاة، هذه وفاة. ما تنساوش باللي بلعتوا عليه هو حي، تبلعوا عليه حتى وهو ميت. والله العظيم صدقوني بالله، انا خدمت في الاذاعه وما ندمش على الناس اللي عرفتهم في ماك، ولكن الحاجه اللي ندمت عليها اني جبت لكم دو ميكرو دور وكلاسيتكم اذاعه نيميرو 1. والله اللي ندمت على هذا الشيء، وما شرفنيش، والله ما شرفني يا خوتي، عيب والله الا عيب. الرسالة الأخرى تاعي خوتي رايح نوجهها للمعالي وزير الثقافة. معالي وزير الثقافة، مع احترامي للمنصب اللي راك فيه اللي هو منصب وزير، نحترم هذا المنصب، ولكن للأسف أنت كشخص ككاتب فقدت الاحترام تاعنا. علاه؟ نطرح لك سؤال فقط، علاش ما تحضرش الجنازة نتاع الشاب عز الدين كيما حضرت جنائز تاع فنانين واحد اخرين؟ سؤال موجه لك معالي الوزير. صح سمعنا باللي كنت في مهمه في كوبا، ما عليناش كنت في مهمه، ولكن كنت قادر تبعث واحد ينوب عليك، سواء الامين العام، سواء واحد من المستشارين تاوعك، اي واحد من الوزاره ينوب عليك يحضر الجنازه تاع هذا الفنان. علاش معالي الوزير ما حضرتش؟ علاش ما درتش الواجب؟ هذا فنان مثقف تابع الوزارة تاعك. ربما ناس يقولوا الوالي قدم تعزية، صح الوالي قدم تعزية، ولكن الوالي مثل الدولة ما يمثلش الحكومة. انت كوزير واش درت في الوفاة تاع الشاب عز الدين؟ علاش ما تحضرش؟ كنت في مهمة ما عليناش، نعاودو ونلتمسوا لك العذر، ولكن قادرة تبعث واحد ينوب عليك. علاه؟ علاه معالي الوزير؟ علاه تفرقوا ما بين الفنانين؟ ولا كتنعز الدين ولي تشلف؟ ولا كتنعز الدين كان فنان متمرد؟ فنان متمرد، وحنا كاع فنانين متمردين، وكاع نهضروا على الحقره ونهضروا على الفساد. حتى الجنازات تاعنا ما تحضروهاش، حتى الجنازات تاعنا ما تصرفوهاش، تكرهونا للدرجه. علاه يا سيد الوزير؟ علاه؟ صدقني بالله، صدقني بالله. على كل حال انت كاتب ومعروف، كنا نحترمك بزاف ككاتب، ولكن هذا الجاست قلل الاحترام تاعك. قلل الاحترام تاعك، نحترم المنصب اللي راك تشغله فقط. ونزيدك حاجة معالي الوزير، الآلاف المؤلف اللي حضرت تغنينا عن الحضور تاعك، تغنينا عن الحضور تاعك وعن الحكومة اللي تمثلها، لأنه الشاب عز الدين معروف ومحبوب أكثر منك وأكثر من الحكومة اللي تمثلها، ونتحمل مسؤولية واش راني نقول. كاع هذا الشيء تفرقوا بيناتنا حتى في الموت، حتى في الموت، وما ديروش الواجب تاعكم. وطالبونا باش نمشوا معكم في السياسة تاعكم وفي المقترحات تاعكم، ما نمشوش معكم معالي الوزير، للأسف ما نمشوش معكم، لأنكم ما كمش ماشيين معنا، هذه هي الحقيقة، ما كمش ماشيين مع الطموحات تاعنا. هذا فنان، هذا فنان أصاب أو أخطأ، ولكن مات، مات. ما يكفيكش المعاناة اللي كان عايشها، ما يكفيكش التهميش اللي كان مهمشه في الولاية تاعو، مهمش في الولاية تاعو، مهمش. لا عمره ما ضحقوا كفنان في الولاية تاعو. علاه سيدي؟ نتحدى اي مسؤول قدم دعوة لعز الدين ولا دلو تكريم في حياته ولا ما كانش، ما كانش معالي الوزير، ما كانش اللي كان يعيط لعز الدين باش يشارك في المهرجانات الكبرى اللي راكم تديروها، رغم انه كان يرفض بتاتا رفضا قاطعا باش يشارك. عز الدين زوالي وليد زواولا، هذا هو عز الدين. الشيء اللي درتوه معالي الوزير والله ما يشرفك، ويبقى وصمة عار
في جابين كاتب معروف قريب للفنانين اكثر من اي شخصيه واحده اخرى. الكاتب قريب للفنان، راهم في ميزان واحد. معالي الوزير، الحاجه التاليه اللي نقولها لك، الشيء اللي درته هذا رد عليه الالاف المؤلفه اللي حضروا الجنازه، وهذا الشيء يكفينا شرف ويكفينا فخر انه الشاب عز الدين شرفنا وهو حي وشرفنا وهو ميت. في الاخير نوجه نداء للسيد والي ولايه تلف. على كل حال سيد الوالي، الجست تاعك اللي درته والوقفه تاعك فوق رسالنا ونحترمها بزاف، ولكن في نفس الوقت نطلب منك استقبال للأسرة نتاع الشاب عز الدين والتكفل بها. هذا ما نقول سيد الوالي، والأمل تاعنا فيك كبير على كل حال. على بالنا بلي راح تستجب وتستقبلهم وتسمع الانشغالات تاعهم وتتكفل بها إن شاء الله، لأنه القيمة تاعك في وسط سكان شلف قيمة عالية. بارك الله فيك. وخاوتنا ماذا بينا الفيديو هذا يتبارطاجا على المستوى الوطني باش الناس اللي جات عزات تعرف الرسالة اللي وجهناها لها. وبارك الله فيكم وتقبلوا تحيات الحاج أحمد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.